إخلاص مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الأيدان بمناسبة اختتام احتفالات المخلدة للذكرى 19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامي. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، بمناسبة حلول عيد العرش المجيد الذي يخلد الذكرى 19 لاعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين في غمرة السعادة التي يعيشها الشعب المغربي لهذه المناسبة السعيدة، وإنه ليسعد خديم أعتابكم الشريفة عبد الله أمهير نائب أول لرئيس المجلس الجماعي لسكرات أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس بتقديم أزكى التهاني وأطيب الأماني لسلطتكم العالية بالله. كما نغتنم يا مولاي هذه الفرصة لنرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والتبريك والإخلاص مع الدعاء لكم يا مولاي بدوام الصحة والسعادة لتحققوا للمغرب كل ما يسبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. وإننا يا مولاي نجد سعداء لما حققه المغرب من تقدم ورقي وازدهار. وإننا يا مولاي نجد سعداء لما حققه المغرب من تقدم ورقي في ظل عرشكم المجيد، مما جعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بإشعاع سياستكم الرشيدة وجهود جلالتكم الحميدة والتي تسعون من خلالها لتحقيق سعادة شعبكم ورقيه وازدهاره في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مولاي صاحب الجلالة، إذ نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير ليبقيكم ذخرا وملاذا للمغرب والمغاربة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به السبع المتاني وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة الأنة خديجة، وشد أزركم بسموكم صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. الإمضاء خديم الأعتاب الشريفة عبد الله أمهير النائب الأول لجماعة سخيرات وكاتب مجلس عمالة سخيرات ملا، وشكرا.